بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وعيد مبارك سعيد. سأحاول تخصيص حيز لبعض الأخبار التي تم تداولها عبر الإعلام وطنيا أو دوليا لأحداث معينة، والتي يرى مجموعة من الناس أنه تم التلاعب فيها أو تضليل الرأي العام فيها من خلالها، أو أنها أخبار ومعطيات غير حقيقية لكن تدخل ضمن ما يسمى بالمؤامرة. طبعا الحديث على هذا النوع من المعطيات أو الأخبار وجب تخصيص حيز بعنوان واضح حتى يتم تجميعها في مكان ما. فكرت في الأول في وضع عنوان التلاعبات الكبرى لي غروند مانيبيلاسيون، كذلك فكرت في الأكاذيب الكبرى للإعلام أو المؤامرات، لكن سرعان ما أدركت أن عنوان مثل هذا في الحقيقة يحمل في طياته موقف، بمعنى أنه من خلال العنوان يتبين الموقف. الأخبار التي سأدرجها تعتبر أكاذيب تلاعبات، والحقيقة أنه هل ما سأقدمه صحيح، وهل أمتلكه أو هذه المصادر التي سأعتمد عليها تمتلك الحقيقة، وهل بإمكاني شخصيا أو الذين سيطلعون على هذه المعطيات التأكد من حقيقة هذه المعطيات؟ الجواب هو لا، طبيعة الحال لا أحد يمكنه التأكد من مجموعة من المعطيات أو من كل المعطيات، فالمسألة ليست بالبساطة. لو كانت كذلك لا تحقق منها العديد من الناس، ولما سميت بالمؤامرة أو الكذب. من جانب ثاني، هذا دعاني إلى التساؤل عن مفهوم الصحيح والخطأ. كلمة صحيح باللغة الفرنسية تعطي مجموعة من الكلمات سينونيم ك لو جوست لو كوريكت لو فري. باللغة العربية نجد كذلك مجموعة من الكلمات يعني الصحيح الصواب الحقيقة. وسؤال فلسفي، لا أدعي أنني قد أجيب عنه، لكن بما أنه هذه الحلقة الأولى وجب أن أعطي بعض الإشارات حتى تتفهم الفكرة التي أحاول أن أصل إليه. نقول الصحيح هو شيء لذاته، لو كوريكت سو لوي مام. دو بلس دو تيغالا كات سي كوريكت سي فري سي اون ال مام. جي في ان اكت كوريكت سي لاكت لوي مام كي كوريكت. C'est pas l'effet. ماشي التأثير ديال الفعل ديالو صحيح، لكن هل التأثير ديالو صحيح؟ هي مجموعة من التساؤلات حول مفهوم هذه الكلمات
التي أطلب منكم أن تساعدوني على التفكير فيها، لكن من وجهة نظري أرى بأن الصحيح هو الذي يكون صحيحا في أي زمان ومكان. الصحيح هو الأمر الصحيح الذي يكون صحيحا بشكل مطلق، وبالتالي تأكد من معطيات هل هي صحيحة أم غير صحيحة، هل هي حقيقية أم غير حقيقية، أمر جد صعب. فحتى الذي قام بالفعل قد لا يرى الحقيقة كالذي رآه يقوم بالفعل، وبالتالي تصعب تأكيد الحقيقة من فم الفاعل ومن فم الملاحظ. لذا يعني ملت لكلمة الصواب، لكن ما هو مفهوم الصواب؟ هل الصواب صواب لأجل ذاته أم لتأثيره كذلك؟ وهل هناك في حقل الوجود الإنساني ما يمكن القول عليه بأنه صواب بالمطلق أو خطأ بالمطلق؟ هل جميع أفعالنا، هل يمكن لأحد ما أن يقر بأن أفعاله صواب أو أفعاله خاطئة؟ لأن الفكر الإنساني محدود ولا يمكن أن يكون قاضيا ليحكم على الأفعال بأنها صواب بالمطلق أو خاطئة بالمطلق. لأن التفكير الإنساني محكم بتاريخه ومحيطه الآن، ما يصدر الأحكام انطلاقا من تاريخه، يعني ما كسبه قبل اليوم ومن المعطيات التي يلاحظها اليوم. بمعنى آخر أنه يستوجب تحديد قياس أو معيار لقياس الصواب والخطأ، وبين الصواب والخطأ هي مسألة نسبية حسب المقاييس المتبعة لكل شخص من الأشخاص، وحسب الظروف، وحسب المواقف. هذه المعايير عبر التاريخ الإنساني هي موجودة في الحقيقة، نجدها في الأديان، فجميع الأديان على اختلافها تحدد الصواب من الخطأ، الشر من الخير، الفعل الحسن من الفعل السيء، الفعل المقبول من الفعل المرفوض أو المكروه أو الحرام من الحلال. ولذا يعني مجموعة من الناس عندما لا يقدرون عن الإجابة عن وضع ما يلتجئون إلى الدين، كل حسب دين. بعض الأحيان يصعب الإجابة مما يدفع بمحاولة الاستئناس
بالسلف بمعنى أن نعود إلى الأجيال السابقة، الناس المسنين، أو إلى أجيال سابقة، كي نستخلص يعني من خلال التجارب ديالو هل ما سنقوم به صوابا أم خطأ. ولذا يتم البحث أو مساءلة السلف حول وضعيات مشابهة، كيف تعامل السلف مع وضعيات مشابهة، وهل تصرف في اتجاه ما أدى إلى نتائج إيجابية أو أدى إلى نتائج سلبية. بالتالي يتم قياس التصرف هل هو صواب خطأ انطلاقا من تجارب السلف. كذلك هناك من يلجأ إلى المفكرون العظماء، يعني البشرية عبر التاريخ البشري خلفت لنا مجموعة من المنتجات التي هي مكتوبة أو أقوال أو تصرفات في التاريخ لأناس عظماء تصرفوا بشكل ما معين وكانت نتائج معينة، وبالتالي هل نتصرف يعني وبالتالي نستفيد من هذه التجارب، هل ما قاموا به كان صوابا أو نتائجه تأثيراته كانت صائبة أم أن تأثيراته ونتائجه كانت خطأ. حاولت جيدا ولو أنني لم أرد التدخل يعني البحث كثيرا في فلسفة مصطلح صواب خطأ، لكن حاولت من التقديم أن أقول بشكل سريع أن ما سأقدمه هو أمر يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، لذا أطلقت على هذا الحيز اسم قراءة في أسئلة بعيدة عن الصواب، بمعنى لا أدعي الحق في هذه القراءات، لكن لا أعتقد أنها كذلك خطأ. وجودها بين البين بعض الأوقات ستكون أقرب الصواب، وأعتقد أن بعض الأوقات ستكون بعيدة عن الصواب، لكنها ليست خطأ 100%. ولذا سأترك لكم عبر الحكم والتعليقات على أساس الاجتهاد، على أساس التطوير، على أساس البحث الفاعل الجاد الذي يحاول أن يرتقي يعني بالإعلام إلى مستوى قد يكون الوضع فيه أحسن، قد يكون أقرب الصواب منه إلى الخطأ، و